الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. واذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإيمان بالقضاء والقدر على أربعة مراتب، أربع مراتب: علم وكتابة ومشيئة وخلق. علم أن تؤمن أن الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الكتابة أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. المشيئة للعبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابع له، فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون. وهناك من يشكك اليوم في القضاء والقدر، ويشكك في علم الله سبحانه وتعالى، ويحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على المعائب. يشرب الخمر، لماذا تشرب الخمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، ما شربت الخمر، فماذا تصنع به هذا؟ حتى يقتنع، تضربه حتى يغمى عليه، تضربه حتى يغمى عليه. فإذا أفاق قال ليش تضرب؟ تقول قدر الله. أتلوم على شيء كتب الله؟ كتب الله نضربك، إيش أصنع؟ اقتنع ورجع عن هذا، تزيد الثانية، لا تضرب أحد، لكن هذا حتى تفهم القاعدة. رفع سارق إلى أمين المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأمر عمر رضي الله عنه أن تقطع يده، حد من حدود الله. فجاء هذا السارق معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين أتلومن على شيء كتب الله عليه؟ إنما سرقت بقضاء الله. فقال له عمر رضي الله عنه ونحن والله لا نقطعك إلا بقضاء الله، أتلومن على شيء كتب الله علينا؟ كتب الله نقطع يدك، ماذا نصنع؟ احتج عليه بنفس الحجة. الأخير